أدانت عائلة الجيران إصرار قناة الجزيرة القطرية ومن يقف خلفها على مواصلة زرع بذور الفتنة ومحاولة بث الفتن وصنع الأزمات في المنطقة. وأكدت العائلة أن إصرار النظام القطري في سياسته العدوانية لم يزد الشعوب إلا تماسكا ووعيا، وجددت بيعتها وولاءها لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مؤكدين ثباتهم على العهد والولاء أبداً.